الآن يحق لكل طبيب في الخدمات الطبية احتصل على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني دورة في الخارج ما بين عام إلى عامين، كل طبيب، ويتم ابتعاث الأطباء بشكل دوري لكل من اكتملت شروطه مباشرة إلى الخارج، إلى دول ذو سمعة عالمية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا. بعض الشروط التي وضعتها بعض الدول تم التغلب عليها. الآن سوف يتم عقد دورات متخصصة في اللغة الإنجليزية وهي متطلب أساسي للعمل في بريطانيا، سيبدأ العمل فيها الشهر القادم، وكل طبيب في الخدمات الطبية ينجح فحص اللغة الإنجليزية سوف يحصل على عقد تخصص وتدريب في بريطانيا، وهذا بالاتفاق مع الكلية الجمعية البريطانية للأطباء، نقابة الأطباء البريطانية أو Royal College of Physicians. فالتدريب حاصل، لم ننقطع، يوجد لدينا حاليا ما يزيد عن 105 أطباء موجودين في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا حتى وأستراليا. كذلك ثم ابتعاث بعض الأطباء إلى تركيا. الهدف من التدريب في الأساس، تدريب الخدمات الطبية متطور وقوي جدا، الهدف الأساسي من التدريب أن نرسل طبيب ليتدرب على عملية غير موجودة أو ليتعرف على النظام الموجود هناك للاختلاط بأطباء ذو كفاءة عالية، ليتعلم البرنامج العلمي الذي لديهم، لصقل مهاراته. فتدريبنا بالأساس في الخدمات الطبية لأنه الجيل الموجود حاليا والذي سبقنا كلياته تدرب في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، ونحن دربنا من تلانا على هذه الأسس، لكن العملية التدريبية موجودة ونشطة، ولا تشمل فقط الأطباء وإنما تشمل التمريض والصيادلة وغيرهم. فالعملية التدريبية مستمرة، وبالعكس سوف تشهد نشاط أكثر في المرحلة القادمة. تفضل سيدي. باش أنا بدي أسأل عن مراقبة الأداء داخل الخدمات الطبية، كيف يقسم وكيف تتم المتابعة لهذا الأداء، وهل الخدمات الطبية تتميز داخل العاصمة عمان مثلا والمناطق الأخرى تكون أقل من ناحية تقديم الخدمات؟ يا سيدي، الخدمات الطبية أول شيء هي عسكرية، فبالتالي النظام العسكري هو نظام دقيق يعطي المعلومة ويعطي أداء متميز، لكن لأنه في وجود ناحية إنسانية ووجود عمل طبي مستمر، تبنت الخدمات الطبية ثلاثة مناهج لمراقبة الأداء ولتحسينه. أول نقطة أخذتها الخدمات الطبية هو الدخول في مع جمعية أو مع مؤسسة اعتماد المؤسسات الصحية، وهي مؤسسة وطنية ترتبط بمؤسسات عالمية تراقب الأداء الصحي وتؤكد على شغلتين: سلامة المريض واتباع جميع الإجراءات الطبية بصورة سليمة ودقيقة.